اجواء المولد، نخليك انت تعبر وتقول شنو موجود. والله ما احلاها القروين عنا توا عامين ديجا تسكرت على الكونفينمون والكل، ما احلاه جونا رجع توا، ما احلاها هكا كي ترى الناس جايه من برا والبراينيه والكل، هو اللي محل البراني كان الشيطان، ما احلاها بلادنا وما احلاها قروين وما احلاها جو. توا فما نورمالمون حفله نستناو فيها، وقبلها كنا في النقشه زيد عملوا لبسه تقليديه وعملوا الحلول قروي والكل، وتو نستناو في حتى تبدا، ومن بعد زيد فما حفله في ساحه يعني برشا احتفالات وبرشا جو، برشا جو الناس برشا. الناس اللي ما يعرفوش يعني جو المولد في القروان شنو تحب تقول لهم؟ نقول لهم يجيو، يجيو بالحق، يجيو يتفرجوا على حاجة امبيكابل، يجيو يتفرجوا على برشا عبيد، برشا برشا جو، برشا برشا شيخة في القروان. والله غير ايه المولد في القروان بالرسمي حاجة هايلة على الآخر، ماذا بيا الناس كل ديما هكا وديما حافلة وديما يزورونا، رفزت علينا شوية الكورونا ما الحمد لله لاباس تو. ما شاء الله الاف بالحق عامرة ان شاء الله لاباس، برشا جو برشا جو برشا دنيا هكا ترى كل شيء ما شاء الله تبارك الله، الاورغانيزاسيون شوية وبرا ما الحمد لله لاباس. صلي على النبي، اللهم صلي على النبي بالرسمي، اللهم صلي على النبي. الاجواء مصلي على النبي كيما ترى، حفالي فرحانين عاملين جو، ان شاء الله ربي كيفاه معناها يدوم علينا ان شاء الله. انت من القروين؟ انا من القروين. كل عام موجودة هوني، كل عام تحتفل بال... كل عام موجودة ونحتفل، وهذه أختي زاد تحتفل معايا. كل عام أنا نحتفل من القروين، نسكن في القروين. إن شاء الله ربي ينعاد علينا بالخير، الحمد لله شكرا لله تنحات علينا الكورونا، الحمد لله عودنا هكا تلمينا وتحس لاباس معناها العباد الكل هكا فرحانة. فماش هكا الخوف نتاع العادة مستانسين خايفين، وهنا نستناو في العرض إن شاء الله. الاحتفال بالمولد في القروين عنده نكهة خاصة ورمق خاص. بيان سيغ عنده احساس خاص اصلا من الناس الكل، كل سوا احنا نسكنوا في القروان نبداو نستناو فيه ونخرجوا، ولا حتى الموش من القروان عباد الكل تجي وتقام فرحانين بهم، ريت حتى كي تعدى يبدا يقول لك مرحبا بيك كل شيء. يجيو للجامع الكبير، يجيو للجامع يمشيو. ايوه ما شاء الله معناها احنا عندنا جامع عقبه بن نافع، معناها الاحتفال لهنا وفي سيد الصحبي والفسقيه وفما برشا جو. شنو تعملوا في المولد بالضبط؟ العاديات في المولد نحتفلوا ونسبحوا ونصلي وندعي والدعاء ونخرجوا نعملوا لاسيدة ونحتفلوا ونحوسوا، فما اللي يعملوا الحضرة فما اللي يحوسوا، ما شاء الله معناها حاجات متنوعة. صح، وانت كيفاش تعدي المولد وانت في نتفرج؟ هل نستنى في الحضرة؟ هل نطيبوا العصيدة، نعمل مقروض، نفرحوا بالبراني يجي، والمولد للبراينية تجي تفرح به البراينية، أما مالي البلاد ما تهبطش، قليل اللي يهبط مالي البلاد، ديما البراينية حفلة نحفلوا بيهم، فهمت؟ نصلي على النبي حفلة تهبل شر، ربي يحيينا كل عام. أنت يعني من القروين من هون؟ يعني من المهدية. من المهدية؟ إيه. أول مرة تجي ولا كيفاش؟ لا ديما نجي. الاحتفال بالمولد يعني في القيروان عنده نكهة أخرى، في أسوار جامع عقبة بن نافع وغيرها. أي عنده نكهة أخرى، في معناها كان في قروان يحتفلوا به هيك، ما حتى في بلاصة ما يحتفلوا به هيك، وربي يحيينا كل عام. أنت يعني كي تجي القروان شنو تعمل بالضبط؟ ما نعمل شيء، نجي ندور ونحوس ونتفرج ونقبح بنت خالتي نضيف، ونجيب معايا كل مرة حد من عيلتي وكو. وأنت؟ أنا قروية وأفتخر. وعندي ضيف براينية جاو يتفرجوا على المولد، هذا المولد نتاعنا وهذه قرواننا، والقيروان كانت تستغيث والحمد لله القيروان توا تتعافى، والحمد لله ديما منورة وترحب بضيوفها الكرام، وإن شاء الله يا ربي كل مولد وإحنا حيين بخير يا ربي. إن شاء الله، اليوم فما برشا إقبال اليوم. مصلي على النبي تبارك الله، هذا المولد نتاع عامين التالي ممكن ولا أكثر، خاطر عامين كورونا وما فرحناش بالمولد، أما سنة تبارك الله، اللهم صلي على النبي. القصيدة موجودة اليوم أكيد مالا، هي تقضيت والأمور طيبة. نصلي على النبي تبارك الله، أمورنا مقضية وعقيدتنا حاضرة، مولودنا حفالي، والقروين إن شاء الله ديما في العلالي. إن شاء الله، اللي ما احتفلوش في القروين يعني بالمولد في القروين، شنو تحب تقول لهم بالضبط ونحن؟ والله مرحبا بالناس الكل، مرحبا باللي جينا، نفرحوا بالعباد الكل، قروين تبارك الله هي منورة، نصلي على النبي. جو قروين ديما أحلى جو. قروين ديما حلوه ومحلاها واجواءها باهيه وتقاليدها باهيه
عبيدها باهين، كل شيء فيها باهي، حلوة القروين بالكدا بالكدا. الجو انت اليوم فما بالطبيعة أنا كل ليلة هنا كينا، كل ليلة نسهر هنا. كل ليلة؟ جبت العائلة؟ أي. أي احنا قراوة لهنا، نسكنوا لهنا احنا قراوة. أي من القروين، احنا كل ليلة نمشيو لهنا نسهر ونروح. كبير قاعده تشوف اليوم الناس تجي من كل بلاصه. كلا اليوم بالذات برشا عباد، برشا برشا جمهور، برشا مش عاديه حتى تعرف. مقارنه بالسنوات الماضيه القيروان هي كالعاده تلبس الحولي الجميل نتاعها، ترى في بهجه في زينه، فما زوار ما شاء الله. كيف لو نحتفل بالمولد النبوي الشريف واعظم الخلق الرسول عليه الصلاه والسلام، اشرقت له الانوار والعالم هدينا بالإسلام، فنحن نحمد الله في هذه النعمة، وإن كانت بدعة فهي بدعة نحبها وبدعة حسنة ونفرح بها. الحمد لله، معناتها ترى الأجواء جميلة جدا، فما ترى الألعاب الضوئية حاليا، فما المعارض، فما الفروسية، في بالي فما عرض فروسية، فما الأذكار، أذكار عن ذكر الرسول وعن حياته. ان شاء الله ديما نتمناه، واحنا القروين تكون احسن من هكا، يعني يكون فما معرض دولي، يكون فما تنظيم احسن، وان شاء الله ان شاء الله ديما. نحكيو على اقبال الناس من جميع الولايات ومن الخارج وغيرها، الاقبال يعني كيفاش تشوف اليوم؟ برشا شويه؟ لا، فما اقبال، فما اقبال. بما احنا كنا عامين التالي فما كوفيد، كانت للاسف ما فماش زوار برشا، الان فما زوار، فما نشاط ثقافي، نشاط اقتصادي، يعني القيروان تعيش جمله عده اشياء من ضمنها، يعني التجار، كل شيء، الحلويات نتاعها القيروان، المقروض، الكفتاجي، المحلات كلها مفتوحه. كنا قبل عندنا الزاويه، الاولياء الصالحين يحلوا الزوايا، ومعناتها والزوار يجيو يباتوا، وهذا معناتها طلب سنة، قالوا الناس الكل تحل حتى ديارها ومرحبا بيهم. احنا القروان ديما نحبوا البراينية، اجواء برشا تحفونا، وانا جيت من نابل، دارنا هنا في القروان، جيت من نابل لهنا القروان، وتخزر برشا جو، وما شاء الله القروان معروفه، معناها مولد معروف بالقروان، ومرحبا بكم الناس الكل، ونشجع ديما باش الناس الكل تجي القروان، وان شاء الله مولدنا مبروك، وان شاء الله كل عام واحنا حين بخير. العام او المولد اللي ما تعديش في القروان هوني كيفاش يتعدى المولد؟ والله يتعدى كما سير ليام، انا عمناه والعديته في تونس مع البحر دار اختي، تعدى كايها السير ليام. ما حسيتش بيه؟ ما حسيتش بيه، انا ما نحس بالمولد كان كي نجي لهنا للقروان، وصرت كي نهبط هكا معناها ونشوف العباد، وما شاء الله جمع الكبير، ومعروف معناها القروان، معروف المولد، معروف القروان، ان شاء الله كل عام وحنا حيين بخير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الدنيا باهيه الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، كل شيء يتحسن، الحمد لله الحمد لله. اليوم تحس فما فرحه، تحس فما ان شاء الله، حتى تشوف الناس، تشوف فيهم فرحانين، تشوف الاجواء، الناس كل فرحانه. ربي ان شاء الله يسترنا وليدي، ان شاء الله ربي ربي يجريها على الصلاح. كيفاش قاعده تحتفلي انت بالمولد؟ شنو تعمل في المولد؟ احكي لنا. نعمل شويه عصيده، كنيني وبندي طيبوا عصيده الزقوق، ونطيبوا عصيده البيض. هيك هاو. منين جيت؟ انا من عبيده. من عبيدة. من عبيدة. سيدي علي بن سالم. يعني الاحتفال يعني بالمولد، يعني في القروين والعادات والتقاليد. هذيك العادات والتقاليد هذيك هي ديما نحن يفتخروا بالمقروض القروان. في المولد والحلويات، وهذاك هو المولد منسوب على القروان. المولد مقروض وحلويات اكاو. ايوه على وصله وجوامع وواحد. وفرق وواحد، ناس تذكر وناس تغني وناس تطلب في ربي وناس كذا. هي في ولاية القروان في 24 ولاية، هي النكهة نتاع المولد عند في القروان هنا، خاطر حتى السيد حجم للرسول صلى الله عليه وسلم موجود لهنا. الرسول عليه السلام. اي حجم الرسول وموجود لهنا عندنا نحن في القروان، هذاك علاش يعني ينتسب. وجامع عقبه بن نافع، وفيهم برشا برشا انبياء وبرشا ساديات، هذاك علاش يعدوه المولد ديما ديما للقروان. الاجواء باهيه، مازلنا خرجنا، اما بارابور العامين اللي فاتوا تسمى باهي. منين جيت؟ هنا ساكنين هنا في القروان، الصغيرات فرحين، فما حركيه خير من العوام اللي فاتت، تحسن كبير، وان شاء الله تتحسن اكثر.